تمام يعني عادي. هسه احنا ربطنا شبكتين، هذا راوترين، لو نجي نربط ثلاث راوترات، لو نجي نربط ثلاث راوترات. طبعا هي المشكلة شني؟ المشكلة كل ما يصير راوترات هواي اي بيات والسوالف راح يصير ازعاج، يعني نضيف اي بيات هواي. وطبعا للتنويه، طبعا هذا الجماعة قبل هذا كان سويتش مخلين عادي، يعني ماكو مشكلة تخلي سويتش او فتشي. هسه راح اخلي سويتش. سويتش عبارة عن يوفر لك اكثر من منفذ، يعني شنو تقدر تربط بيه اكثر من حاسب، بس هذا ما تقدر تربط بيه. بعدها هسه لو تجيب حاسبة بي سي مثلا، نجي نريد نربطها ستريث، هذا بي فاست، شوف بعد ماكو، ما عندك لا جيجا ولا شو اسمه. فشغل السويتش انه يوفر لك اكثر من منفذ. تمام، هسه راح نسوي حاسب، نسوي ثلاث راوترات. طبعا هذا لازم انت الفيديو تشوفه بشكل شو اسمه، يعني بالسرعة حتى تفهم. راح نخلي سويتش هنا حتى لا يقول هذا بدون سويتش، عادي هو ماكو فرق. شوف هسه احنا بنريد نجيب راوتر 491، نفس الخطوات، نطفي الراوتر، نجيب هذا ال HWIC2T، خلي هنا، نرجع ان شاء الله الراوتر، نطلع حتى نربطه بالسيريال مال هذا، نجي نربط. طبعا ذن الربط الهاي انتو عيدوا اكثر من مرة راح تفهمون. فاست ايرث نت، شوف هنا ايش قد طلع لك الربط بالفاست ايرث نت 0.1 2 3 4 5، هواي 24 واحد تقريبا. هسه الفاست هذا وعدنا هي فائدة السويتش، ينطيك أكثر من منفذ ويتعامل بالماك مو اي بي. تمام، هسه نجي على هذا السويتش نربطه هنا ثلاثة ويا الاش كيجا صفر عادي. تمام، السيريال واحد بوينت واحد بوينت، هم نسوي واحد بوينت واحد بوينت واحد. هسه شوف احنا الاي بي مال هذا، احنا خلينا نجيب السر، احنا هذا ثلاثة ثلاثة بوينت ثلاثة، اربعة بوينت اربعة، واحد بوينت هذا، خلينا نسوي خمسة هنا. خلينا نسوي الاي بي نفس الشي. طبعا هذا انا اسوي هيجي هذا على مودكم حتى تفهموا، بس شوية يصير بطيء الوضع بس ما يخالف. خمسة طبعا مو شرط 5.5، تقدر تسوي 5.2 3، بس احنا حتى ما تخربطها عندنا. اوكي 5.5 هنا، كنترول في 6.6 6.6. اوكي اذا هذا شو اسمه، هذا هنا هسه هذا اللي المنفذ راح نسويه ينزل الاي بي، راح نسويه واحد. هاي فائدتها من السويتش، بدل ما نخلي شو اسمه الجيجا يعبر انه اثنين اي بيات شو اسمه جيت واي ديفولت جيت واي، راح نخلي بس واحد هنا. هذا الحلو بالسويتش، يعني قلل عدد يعني نسوي طريق واحد وعبارة عن ذني أفرع. هاي الحلوة بالسويتش والفائدة يعني هم. هسا هنا احنا سوينا 6.6 وهذا 6.5، يعني 5.5 و6.6. احنا نخلي احنا مثلا هذا سوينا 3.1، هذا سوينا واحد، هاي خلينا نخلي 5.5. اوكي سوي كنترول في، ها
هذا لا، شوف هذا لازم راح تسويه بالرينج مالته. شوف هسه هذا من سويناه 5.5، هذا لازم راح تسوي 5.5. هذا راح يكون عندنا دقيقة، هذا راح يكون عندنا، راح يكون عندنا، ما يصير 6.6، راح يصير أعلى من عنده، راح يصير 5. لازم تسوي 5 بوينت مثلا 6 عادي، زين 5.6. إذا هذا 5.5، هذا 5.6، لأن هنا لازم شو نسوي؟ نسوي 5 اللي هو قبلهم ثاني، 5.1. أوكي، يعني هذا 5.1 إجي وزع، 5.2 مثلا، 3 4 5 يجي بعدين. بس أول شيء إنه يكون هذا اللي هو يعني أكبرهم، يعني أكبرهم مو بال يعني بالتنازل. يعني هذا 1، بعدين 2، بعدين 3، الهوستات راح تجي. اوكي، اذا هذا هنا، هذا الجاي من الراوتر. اوكي، هذا مال شو اسمه اللابتوب، هذا مال بي سي. هسه احنا شو نسوي؟ هنا السيريال سوينا 10.1 10.2، هنا لازم شو نسوي؟ ما نسوي 10، اذا تخلي 10 راح يقول لك راح يصير لوب ويا هذا الاي بي. فاحنا ايش راح نسوي؟ تشغيل. اوكي، ايش راح نسوي؟ راح نخلي مثلا هنا 11.0.0. مثلا 1، اوكي، او 2 نسوي، ما يخالف 2. هنا ايش راح نسوي؟ هنا راح نقول له 11.0.0.1. اوكي تمام. هسه نجي هسه نطبق هذا اللي سويناه. طبعا هذا يعني سويته شو اسمه هيك حتى تفهموه، هسه راح نطبقه. اوكي، هسه نجي على الراوتر او اللابتوب. احنا قلنا راح نخلي اي بي 5.5. اوكي، نروح على الديسكتوب، هذا بيست 5.5. اوكي، وهذا نطلع هيك. الديفولت قلنا راح يصير ثابت 5.1، فخلنا نسوي ليش نرجع لمرة الاخ، هذا ديفولت جيت واي 5.1. شوف هسه هذا سويتش من سويناه وقام يوزع، راح يكون منفذ الجيت واي مالته بس واحد، راح يقلل لنا عدد الادخالات الاي بي ستاتيك. يعني خوش سر، احسن من ما تربطه قبل بالراوتر. تمام، وقلنا فائدته انه يربط اكثر من جهاز، يعني 24 جهاز هذا بي، وكون نوع اكثر. تمام، يستخدم الماك. هسه احنا هذا البي سي الاخ هم نسوي الاي بي 5.6، فش نسوي؟ كونفيجريشن، نروح على ديسكتوب قصدي، واي بي كونفيجريشن 5.5.6 هذا مالته، والديفولت جيت واي ديفولت نفسه اللي هو 5.1. هذا الشغلة الحلوة. شوف بس اتعرف، هسه هذا اللابتوب على هذا قصدي وها، والسويتش هسه عبارة عن مربوطين سوية. هسه من ادز رسالة من هذا البي سي لهذا وشغلناه، ايش راح يصير؟ راح تندز وراح يرجع اعتيادي، عبارة عن انه عبالك متصل هذا بهذا. تمام، يعني شو اسمه ماكو مشكلة بي، عبارة عبالك يعني السويتش هو عبارة عن موصل، يعني يربط، ما عنده مشكلة، يعني مو فاصل. هسه احنا عندنا هذا المنطقة كلها ما متعرفة. هسه هذا هذا الكيبل جاي منا اللي هو، طبعا شوف انتو دير بالكم، هذا الفاست 3، هذا مال منفذ مال هذا السويتش. الجيجا 0/0 هذا مال هذا الراوتر. هسه نروح على الكونفيجريشن 0/0، احنا سوينا الديفولت جيت واي، سوينا 5.1 5.1. طبعا انا اسوي كوبي بيست فعلى مود هاي، نسوي له اون. شوف هسه هاي المنطقة راح تعرف السويتش، يراد لفترة حتى تعرف هاي البرتقالي.
هسه نربط هذا الراوتر السيريال مال هذا الراوتر على السيريال مال الراوتر هذا، كله سويناه 0 1 1 0 1 1. حلو، هذا مال هذا الراوتر 11.1 سويناه 0 1 1. ليش صاير هيج؟ تمام، 11.0.0.1. تمام، خليناه هيك. شوف هنا، شوف السبنت ماسك صار 0.55. يعني هذا ذن الاي بي ات لو هم من كلاس اي لازم تسوي 2 255.0.0.0. لازم تعرفون هذا الشيء. تسوي اون حتى تشغله مثل ما هسه. انا امشي سريع لان انتو عرفتوه بالبداية بالسرعة. هسه المنفذ مال هذا الراوتر شن هي؟ دقيقة خلي بين المنفذ مال هذا الراوتر اللي هو 0 1 1 راح يكون 11.0.0.2. تمام، هذا 0 1 1. هذا ليش مصاير؟ ونخلي 11.0.0.2. اوكي، خليته هنا، نسوي له اون واشتغل. هسه هذا الراوتر تعرف على هذا. هسه نجي مع الاي بي ستاتيك نفس الشيء. طبعا انتو بس طبقوا بالسرعه، يعني اخذوه من ربط جهازين لحد ما 3 ولحد ما 4، لان اذا قبل طبيتوا على ربط 3 اجهزه و4 راح يكون صعب عليكم وما راح تفهموا. يعني بالسرعه خطوه خطوه وطبق، مو تفهم طبق، يعني زي حتى لو ما فهمت شيء نزل الاي بيات وطبق راح تفهم. تمام، وصلنا احنا هنا، خلينا الاي بي، عرفنا شو اسمه. هسه احنا لو ندز من هذا الراوتر، هذا من هذا الراوتر على السويتش وعلى من هذا البي سي على السويتش وعلى هذا الراوتر وعلى هذا اللابتوب، خلينا نشوف شو يصير. يعني يرسل له لا ربطنا صحيح لو لا. ندز هذا من هنا، نسوي بلاي. شوف سكسسفولي وصلت للرسالة وتمام، كله تمام. تقدر تسوي بينج، تقدرون تسوون بينج، تروحون على هذا وتكتبون بينج ومسطرة والاي بي مال هذا اللابتوب. تمام، هسه احنا عندنا مشكلة انه هذا شلون نرسله هنا لهاي الشبكة ولهاي الشبكة، هاي شلون راح نرسل. لو نجي هسه نطبق كمثال، ندز من هذا اللابتوب لهذا اللابتوب، نشوف اي راسل ولا لا. سوي له بلاي. تمام، شوف وقف هنا. ليش؟ وراح يرجع يسوي لوب كل ساعة يروح ويرجع. ليش؟ لان عندك انه هذا المنطقة وفيلد كتب هذا الراوتر ما متعرف على هذا الراوتر، يعني لا عند الطريق اللي يودي إليه، عنوان الشارع اللي هو اي بي مال الشارع، ولا عنوان المنطقة اللي راح يروح لها اللي هي هاي، حتى كم واحد يمكن، فبالتالي ما راح يعرف. هسه احنا نجي نعرف هذا، نعرف هذا الراوتر على هذا. شلون؟ او نعرف، اي نعرف هذا على هذا. ليش؟ حتى نريد نعرف هذا الطريق مال هذا الراوتر لهذا الراوتر. انطخ على هذا الراوتر، قلنا الطريق مالته راح يجي هيج وراح يجي هيج. تمام، النكست هاب مثل ما اتفقنا، الباب مالته، الباب مال شو اسمه، الباب مالته هو اللي قدامه. هسه اللي قدامك شنو؟ هذا. ايش راح نسوي؟ راح نروح اي بي ستاتيك شوي. هسه من يصير 3 و4 يكون شوية تعقيدات بيه راح يصير. هسه هذا الطريق اللي راح يوصل بيه، طبعا قلنا احنا ما موجود هذا، فانت من الطخ هنا ايش راح يطلع لك؟ 0 1 1. من راح تطب هنا 0 1 1، انت شو مسوي؟ 11.0.0.1 اللي هو هذا. تمام، هسه احنا قلنا راح نعرف هذا الطريق،
يعني هذا الراوتر راح يعرف شلون يجي هنا على الشبكه وعلى الشبكه. النكست هاب نفسه من البدايه نكتبه 11.0.0.2، هذا ثابت. طريق مال هذا، عنوان الشارع هذا عرفه هذا الراوتر. تمام، ايش راح نسوي؟ عنوان هاي المنطقه اللي هو من 192.168.3.1، قلنا كل الاي بيات راح نسوي، فراح نسوي 3.0، معناته 3.1 3.2 3.4 3.5. زين، وراح نفهم هاي الفكره افضل من راح نطبقها على السويتش. تمام، لان احنا هسه احنا رابطينه مباشر، فما فهمنا ليش ما قبل نخلي واحد و... تمام، 255.255.255.0. هات انضاف. اذا هسه هذا الطريق من هاي الشبكة هذا اللابتوب متعرف. تمام، هسه لو نجي ندز رسالة من هذا لهذا، سوي له بلاي، راح يروح وراح يوصل هنا، بس هذا الراوتر ما يعرف هذا الطريق مال هذا الراوتر، فمن راح يرجع راح يوقف. يعني احنا هسه عرفنا بس هذا الهيج، هي هاي مال اي بيات لازم تعرف وحدة وحدة. تمام، هسه احنا عرفنا، قلنا هذا الراوتر عرفنا الطريق اللي يروح على هاي الشبكة، الطريق اللي يروح على هاي الشبكة نفس الشيء، ننزل next hub. تمام، او قلنا احنا ايش قلنا، دقيقة، احنا سوينا هنا اول شيء، هسه احنا عرفنا الطريق من هذا لهاي الشبكة، هسه نعرف الطريق من هذا الراوتر لحد هاي الشبكة. تمام، شو نسوي؟ النكست هاب نفسه ننزله، اللي هو قبال الراوتر المنفذ ماله، اللي هو 11.0.0.2، نفسه هذا السيريال. نجي لو نتبع هذا المنفذ يفوت هنا بهذا الطريق اللي هو 4 بوينت، الشبكة الأربعة بوينت كلها، الأربعة هي بوينت واحد بس هي كلها 4.0. اوكي، كلها 255 كالعادة، 255.255.0. اوكي، نضفنا. اوكي، هسه هاي الشبكة تعرف هاي الشبكة كلها. تمام، هسه احنا من ندز هذا الرابتر يعرف هذا الطريق لهاي المنطقة، بس من ندز من هذا الرابتر لهذا ما يعرفه. تمام، هسه خلينا نجرب، احنا نقول من هذا اللابتوب لهذا اللابتوب ونقول له بلاي، راح يروح وراح يوصل هنا، بس من يرجع ما يعرف هذا الراوتر، ما يعرف طريق هذا الراوتر، يعني ما يعرف طريق هاي الشبكة، فراح يوقف هنا، راح يوقف. تمام، شوف طلع خطأ، بروسيس راح يظل يسوي لوب مرة مرتين وبعدين يقول لك فيلد. تمام، ما توصل، ليش فيلد؟ لان هاي الطريق مال هذا الراوتر ما متعرف. هسه نجي احنا نسوي ديليت ونطبق ونفوت على هذا الراوتر. احنا شوف، من نفوت على هذا الراوتر ونسحب نباوع شني موجود بالهذا اللي قباله، اللي قباله واللي ورا بعدين هم يجي. تمام، هسه احنا لو نجي نباوع نقول، طبعا ما راح اسوي عن طريق هذني، راح اسوي عن طريق الكيبلات حتى تعرفون بالش اسمه شلون نسوي. فاحنا هسه هذا دخلنا على هذا الراوتر، سحبنا خلينا قبالنا، قلنا الطريق المؤدي الى هاي الشبكه اللي هو الطريق الراوتر
عن طريق هذا المنفذ يوصل لها الشبكة. شوف القلنا الحلوة بيه هذا الجيتوي راح يكون واحد، فما راح يتعبنا ندخل اثنين مثل هذا، راح ندخل هذا الاي بي وهذا الاي بي، تمام؟ يعني المنطقة وحدة بيها هواي فروع، هاي الفكرة بيها، تمام. هسه من هذا الراوتر عن طريق هذا النكست هاب راح نكنك على هاي الشبكة كلها. فنجي هنا النكست هاب اللي هو هذا قباله عنوان الشارع مثل ما قلنا، اللي هو راح يكون 11.0.0.1. الجيت واي مالته من راح يوصل راح يطب هنا هذا الجيت واي مالته. طبعا لا، احنا قلنا راح نكنك عن طريق الكيبلات، فهسه احنا من باوع 0.0.0.1/1 تدخل عليه راوتر هذا نفسه 0/1/1. شوف هذا مكتوب 11.0.0.1 اللي احنا نكست هاب. نجي عن طريق هذا هم نطخه، ايش راح يكتب؟ جيجا 0/0. ندخل جيجا 0/0 اللي هو هذا 5.1. هسه حفظناها نحن. ندخل على هذا الراوتر مثل ما قلنا، نجي على السيريال كان مثل ما قلنا نكست هاب اللي هو المنفذ اللي يدخل له للشارع اللي يدخل له 11.0.0.1. حلو، قلنا الجيت واي اللي هو جيجا 0/0 اللي هو 5.1، هنا نكتبه 5.1 255.255.255.0. اوكي، من راح نضيفه. ها شوف هنا، لان احنا شوف احنا من ضفناه ما صار، ملاحظين؟ شوف من سوينا على اد ما صار، ليش؟ لان لازم ترجع على الصفر، يبلش من الصفر الى اخره. شوف هسه هذا من خليناه صفر، هذا المنفذ من خليناه صفر، ايش قد انت رابط من واحد من 5.1 وفوق؟ هو ثابت 5.1 لان هذا الجيت واي، راح هنا يصير 5.2 5.3 5.4 5.5 هسه هذا 5.5 موجود، 5.6 هذا موجود 0.6، ايش قد تربط كله يحسبه، تمام؟ فهسه بنسوي له اد، احنا مسوينا قلنا الشبكه كلها المنطقه كلها مو بس واحد، 5.0 نسوي له اد انضاف، تمام؟ نفس الفكره. هسه اجينا وها شوف اختصرنا، بدل ما اجينا كتبنا الاي بي مال 5.6 بعدين 5.5، لا بواحد بجيت واي واحد ربطنا اكثر من جهاز، يعني شلون منطقه وبها افرع هواي عن طريق عنوان منطقه واحد مو عنوان منطقتين مثل هذا، تمام؟ هاي فائده السويتش. وبعد منه وهيك نستخدم السويتش حتى يصير قصير علينا، قصرنا الوقت. هسه لو نجي، هسه احنا هذا المنطقة عن هذا المنطقة متعرفة بشكل تام، يعني كامل متعرف. نجي هسه ندز رسالة من هذا لهذا، نقول له بلاي، اذا ملاحظين سكسسفول ومضبوط ووصلت ديليت الايفنت، نمسحها. هسه شو نسوي؟ ندز من هذا لهذا، يقول لك الاستاذ دز من هذا، لازم انه تروح الرساله وترجع بشكل مضبوط، تسوي بلاي او منها تسوي ليسنت ايفنت، دائما اسوي منها اني. اوكي ماكو مشكله، هسه وصلنا هنا، ندز من هذا اللابتوب عن طريق سويتش عن طريق هذا، الطرق كلها متعرفة، عن طريق هذا المنفذ عبر هذا الرابتر، وعن طريق هذا الاي بي الجيت واي وصل لهذا الاي بي مال اللي احنا نحتاجه، فسكسسفول ونجح. هسه
هذا يعرف هذا، هذا يعرف هذا، بس المشكلة هذا شلون نعرفه على هذا؟ ها هنا السالفة شوية تصير تداخل بالمعلومات، فلذلك لازم نطبق واحدة واحدة. إذا ما تطبق واحدة واحدة ما راح تفهم. هسه راح ندزل هذا، هسه هاي النتورك اثنينات متعرفات، هسه نريد هذا نشوفه متعرف على هذا. احنا ترى ذني عرفناهن ذاك الفيديو سويناهن، طبقناه هذا وهذا هسه معرفناه، بس هذه الشبكة ما متعرفة على هاي الشبكة. هسه لو ندز من هذا لهذا البي سي ونسوي له بلاي، شوف شوف شو يسوي. شوف صار خطأ، رجع. اوكي فيلد، ليش؟ لان هذا الراوتر ما يعرف الطريق المؤدي الى هذا الراوتر. واذا انت ملاحظ السيريال مال هاي المنطقة، هذا الشارع 11، هذا الشارع الكيبل مال السيريال هذا ايش قد؟ 10. فبالتالي اكو فد مشكلة هنا. زين، اول شيء ايش راح نسوي؟ احنا نروح على هذا الراوتر. اول خطوة نعرف المنطقة هاي. زين، نعرف المنطقة هاي شلون ندخل على هاي شوية راح يصير مختلف، فلازم تركزون عليه، يعني طبق وركز. تمام، الشغلة الوحيدة بهذا الشي اسمه اللي لازم تظل حافظها، انه يبقى هذا المنفذ النكست هاب اللي هو قباله. هاي الفكرة، النكست هاب مال هذا الراوتر حتى لهذا راح يكون هذا، يعني الطريق المؤدي الى هاي الشبكة يبقى هذا اللي هو ايش لو نطخه هذا شكد، ثواني نطخه، اللي هو 011، ندخل له 011 سيريال اللي هو 11.0.0.2 اللي هو هذا احنا كاتبينه قبال للسهولة. خوش، يعني هسه احنا من ندخل على هذا الراوتر نريد نعرف هاي الشبكة، احنا قلنا هاي الشبكة اللي بيها اي بي 1.1، طبعا لو مخليني سويتش كان اي بي 1 وكان اختصرنا الوضع، بس انا اريد اكثر من واحد حتى تفهم 1.1 حتى تفهمون يعني بشكل عام، و 2.1 الجيت واي ماله. اوكي هسه نجي نروح اي بي ستاتيك، طبعا احنا طبينا هاي الشبكة نريد نعرف هاي الشبكة على هاي الشبكة. اوكي نجي نقول المنطقة الاي بي مالتها هو هذا اللي هو راح اش نقول له، احنا عندنا منطقتين هذا وهذا، يعني هذا وهذا. اوكي راح اش نسوي؟ راح نخلي 1.0 قلنا كل الاي بيات، وهذا نفس الشيء 255.255.255 وما تعبنا غير 255. اوكي النكست هاب قلنا يبقى اللي قبال الراوتر، يعني المنفذ مالته يبقى اللي هو 11.0.0.2. اوكي تقدر تفهمه وتقدر تحفظه، هم هم يجي. زين المنفذ مال هذا قلنا هذا الراوتر يعبر على هاي المنطقة عن طريق هذا المنفذ اللي هو يبقى هذا، تشوف انت ذا ملاحظة انه يبقى هذا هو نفسه 11.0.0.2. اوكي لو نسوي له اضافة هسه نضاف، هسه هذا هاي الشبكة تقدر تروح على هذا هاي المنطقة بس، يعني هذا الطريق هسه معرف. اوكي هسه احنا نفس الراوتر بعدنا هذا قلنا نعرف على كل الشبكة، فهذا الطريق المؤدي نفسه ما راح نمسحه، هذا 12 بوينت، هذا عرفنا هاي المنطقة، بقى هاي المنطقة اللي هو 2.1 نغير الاي بي الى 2.0، طبعا كل الاي بيات، فهسه لو نسوي اضافة نضاف 2.0 2.0. اوكي زين هسه بعدنا احنا بهذا الراوتر، قلنا هسه نريد نسوي طريقة. هسه هو هذا الراوتر عرف انه اكو شبكة هنا وشبكة هنا وعن طريق هذا المنفذ. لو دزينا رسالة لهذا سوينا بلاي، خلنا نشوف شي يصير. انت اذا ما تطبق، اذا ما تطبقون ما تقدر تفهم ايش يصير.
زين ماذا تفهم ايش دا يصير؟ اوكي هسه احنا عرفنا هذا الراوتر على هذا، هسه هو هذا ما يعرف هذا الراوتر، يعني هاي الشبكة، هذا الشبكة ما تعرف هاي الشبكة. هسه نجي ندخل على هاي الشبكة، تمام، نسوي اي بي ستاتيك ونجي نسحب هذا هنا. هسه طبينا على الراوتر اللي قباله، فاحنا نرجع ونقول المنفذ من هذا الراوتر حتى تروح تعبر هاي الشركة يبقى النكست هاب هذا القبالة، هذا الطريق، عن طريق هذا الطريق تعبر إلى هاي الشبكة. زين دائما نحفظها هيج. زين يعني النكست هاب هو 10 بوينت اللي هو هذا نفسه 10 بوينت 0 بوينت 0 بوينت 1. أوكي زين هسه شو نسوي؟ إحنا نريد نعرف هاي الشبكة على هاي، يعني هاي لازم تكون معلومة، طريق مالها معرف. هسه نجي الحلو بيها قلنا السويتش انه راح يكون بس راح نكتب بس اي بي واحد، ما راح يتعبنا. هسه لو ندخل على هذا الراوتر اي بي ستاتيك، راح نجي نروح راح نضيف المنطقة عنوانها شني، هاي كلها بس هذا، يعني مو مثل ذاك كان راوتر ان تاخذ المنفذين يمين ويسار، بس هذا اللي هو. هسه لو طخ هذا الراوتر، لو طخه حتى بالامتحان تعرف صفر على صفر، تدخل تقول له صفر على صفر 1.5 اللي هو انا كاتبه هنا للسهولة. يعني ندخل على راوتر نفس الشيء، احنا سجلنا حتى نعرف شو نقول، يعني احنا بدنا نعرف ترى هذا الطريق لهذا الراوتر، لان هذا شبكة جديدة. اوكي نسوي اي بي ستاتيك ونروح على ايش الشبكة، قلنا 5.1 ناخذ كل الشبكة، راح يصير 5.0. اوكي 5.0 اوكي 255.255.55.0. اوكي لو نجي هسه نقول خمسة، هسه عرفنا هذا، قلنا النكست هاب دائما يكون اللي قباله، لا تاخذون هذا ترى غلط يصير، فهذا الراوتر يعبر عن طريق هذا المنفذ لهذا. اوكي 10.0.1 10.0.0، لو تلاحظون انتو هذا النكست هاب نفسه 0.0.1. اوكي سوي لآد انضاف. هسه بهذا اي بي واحد جيت واي انضاف هاي الشبكتين كلها، هاي الفائده من السويتش، قلل عدد دخول الاي بيات مال ستاتيك. هسه لو ندز رساله من هذا اللي هنا شوف شو يصير، سوي له بلاي. دزت الرسالة من هذا اللابتوب لهذا، شوف سكسسفل صار. اوكي نجي هسه لو نجي ندز رسالة منا مثلا من هذا اللابتوب لهذا البي سي ونقول له بلاي، شوف يندز. لاحظنا انه تمام successfully. نجي نقول هذا البنج 1.2، هذا اللابتوب 1.2 مو
هذا 5.5. اوكي ندخل على هذا نسوي بينج بين هذا اللابتوب بينج و اي بي 192.168.5.5. هذا شوي بطيء فنسوي البلاي. مو اوتوماتيكي اندس حتى ما ياخرنا شوي نوقف التصوير. مثل ما لاحظنا الشسمة السنت 4 ارسال 4 ورسيب 4 لوس 0 يعني تمام.